السلام عليكم، يومكم جميل بإذن الله. أتمنى لكم كل الصحة والسعادة، اللهم آمين. هنعمل النهاردة وصفة حلوة جدا لتتقيل الحواجب. الناس اللي حواجبها خفيفة، الناس اللي حواجبها تعبانة، بصوا الوصفة دي هتجيب لكم من الآخر. بس قبل ما نشوف الوصفة، لو بتشوفوني على التيك توك أو الانستجرام أو الفيسبوك هتلاقوا باقي الوصفة بقناتي باليوتيوب اسمها جنى بيوتي. ويلا بينا على المكونات السهلة البسيطة. اول مكون معانا حاجه كده جميله جدا، البصل الاحمر. البصل الاحمر مفيد جدا في حاجات كتير، ولكن عشان ما نطولش الفيديو فاحنا هنتكلم على وصفتنا النهارده. هناخد نص بصلايه نبشرها وناخد منها الميه بتاعتها، نعصر منها الميه بتاعتها، تمام؟ بالشكل ده هناخد البشر بتاع البصله وهنعصر. طبعا انت ممكن تزودي الكميه، انا عامله كميه صغيره عشان انا لسه عندي يعني باقي الوصف ما حبيتش اعمل كتير، تمام؟ بالشكل ده خلاص. طيب هنحتاج ايه بقى؟ طبعا انت لو عايزه تضاعفي الكميه، هي الموضوع بيقعد مثلا 7 ايام في التلاجة. هنحتاج هنا كام نقطه من عصير البصل؟ 4 نقط، تمام؟ 4 نقط بس من عصير البصل، خلاص بالشكل ده. ممكن مثلا تعمليها كده بالوايم زي ما بيقولوا، بالتقريب يعني. طيب هنضيف بقى عليها معلقة من جل الصبار، معلقة من جل الصبار، معلقة صغيرة بالشكل ده. وصفة سهلة جدا وجميلة. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تعملي لايك وشير وكومنت جميل، ولو بقلب صغير. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي بالقناة وفعلي زر الجرس زي يوصلك كل جديد، وانا متأكدة انك هتلاقي وصفاتها تعجبك جدا جدا وتفيدك كمان، تمام؟ قلبناهم كده مع بعض. طيب هنحتاج بقى ايه؟ هنحتاج زيت اكليل الجبل، زيت اكليل الجبل نقطتين بس، تمام؟ ده معلش انا يعني كده، ده الزيت اللي هو 4 نقط دول، ده اللي هو زيت الشاي المركز، زيت الشاي المركز. اما الزيت التاني ده اللي هو نقطتين بس، زيت اكليل الجبل. يبقى ايه؟ زيت الشاي المركز 4 نقط، زيت اكليل الجبل نقطتين بس. هنقلبهم كويس جدا ويقعدوا في التلاجة اسبوع، خلاص بالشكل ده. دول على فكرة كمية صغيرين، دول هيكفوا ايام كتير. طيب هنستخدم ازاي؟ هندلك الحواجب بالسيروم اللي معانا ده، هندلك الحواجب من بالليل للصبح، تمام؟ هندلكها كويس جدا بالراحة كده ونسيبها بالليل للصبح، وبعد كده هنغسل وشنا الصبح عادي. بجد مش قادرة اقول لكم هتصدموا من النتيجة، والله العظيم هتصدموا من النتيجة. ما تبخلوش عليا باللايك وشير وكومنت جميل ولو بقلب صغير. وهنحطها بقى في العلبة بتاعتنا ونحفظها في التلاجة، كل يوم ندهن على الحواجب. لو حواجبك خفيفة ومش لاقية لها حلول، بصوا بجد من الآخر. وأتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وشكرا ليكم.